نعم دينا، فعلا يتوجه اليوم الفنزويليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب هذه الجمعية الوطنية الجديدة التي ستبدأ مهامها ابتداء من 5 كانون الثاني يناير المقبل وحتى عام 2026. ولكن هذه الانتخابات هي أكثر من مجرد انتخاب لسلطة تشريعية، يعني فالوضع الدولي برمته على المحك، ونعرف أن لتنصيب هذه الجمعية الوطنية التي سينتخبها الشعب الفنزويلي بملء إرادته وبقراره سيكون أمامها عواقب وتحديات دولية واقتصادية في إطار المواجهة مع الولايات المتحدة التي ترفض هذه الانتخابات منذ قبل أن تبدأ منذ البداية. يعني مجرد أن تمارسي حقك في بلدك وعلى أرضك أنت في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية حكما، لأنها ترفض هذه الممارسة الحرة لحق الشعوب. الآن أمس رئيسة المجلس الانتخاب الوطني الأعلى إنديرا ألفونسو أكدت أنه تم تركيب كل آلات التصويت الممكنن بلا استثناء، وأن يعني هناك ما مجموع 87 دائرة انتخابية وأكثر من 29,622 مركز اقتراع موزعة في جميع أنحاء البلاد. هي شددت على أن كل التدابير والبروتوكولات الصارمة لضمان السلامة الصحية والبيولوجية وصحة الناخبين من مخاطر انتشار وباء كوفيد 19 مضمونة 100%، والتي تم الإبلاغ. يعني نعرف أن هذه الحالة في فنزويلا هي تحت السيطرة بفضل النظام الصحي هناك للثورة البوليفارية. يعني حتى الآن هناك 100 يعني حتى الآن 104,000 حالة حصلت منذ بداية الوباء، وبلغ عدد الوفيات فقط 916 حالة في بلد كفنزويلا، يعني وهذا أمر مشجع. أيضا حصل انتشار واسع للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية فيما سمي بخطة الجمهورية لضمان أمن المراكز الانتخابية والمستلزمات الانتخابية والمرافقين الدوليين، فضلا عن ضمان السلام والنظام العام للمواطنين. طبعا هناك أكثر من 200 مراقب دولي و 1600 مراقب من الداخل. يعني برأيي سيقدم شعب فنزويلا للعالم كله الدليل القاطع على المستوى الراقي لثقافته وحضارته وعلى قوة العملية الديمقراطية من خلال التصويت بحرية وشفافية في ظل عملية هذه الضمانات الفريدة في العالم التي حدثتك عنها. المراقبون طبعا هم من كبار المتخصصين في العمليات الانتخابية الديمقراطية، ولو قاطعت أوروبا ولو حاربتهم الولايات المتحدة، ولكن هذا العالم، هذه الكرة الأرضية فيها الكثير وفيها العديد من المتخصصين في العمليات الانتخابية وشخصيات سياسية مستقلة وأكاديمية من أكثر من 30 دولة. يعني سيشاركون المصادقة على شفافية وشرعية هذه الانتخابات. طيب هذا ما كنا سنسأل عنه ربما كنت ستتحدثين عن الموضوع. إضافة إلى المراقبين الدوليين، هناك رموز وشخصيات أيضا وصلت إلى فنزويلا يعني لتكون حاضرة خلال هذه الانتخابات، على رأسهم الزعيم البوليفي إيفو موراليس. ما يعني الهدف من زيارات هؤلاء، وبأي صفات أيضا يصلون إلى فنزويلا؟ يعني طبعا كما قالوا يعني مختلف المراجع السياسية والشعبية الفنزويلية قالوا استقبلنا وبكل فخر الرئيس البوليفي السابق مثلا زعيم إيفو موراليس، وأطلقوا عليه الزعيم الأمريكي اللاتيني، يعني أعطوه حتى هذا البعد على مستوى القارة. والرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا الذي يتعرض اليوم لملاحقة قانونية من قبل الرئيس الذي يعني كما يقال خضع لإملاءات الولايات المتحدة، الرئيس الحالي لينين مورينو في كوريا، وحوربت ثورة المواطنة التي قام بها رافائيل كوريا وهو ممنوع من دخوله بلاده، تصوري. وأيضا رئيس الأوروغواي الذي قام بانقلاب عليه فرناندو لوغو، أيضا هو ذهب إلى فنزويلا كمراقب دولي في الانتخابات، والتقى موراليس بوزير الخارجية، والكل كتب على تويتر بهذا الخصوص. أعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة تضامن
كل القوى المتضررة من السياسة العدوانية في الولايات المتحدة، ولا يصح إلا الصحيح. يعني هذه اللحظات الحاسمة على المستوى الدولي في هذه المواجهة الكبرى، أعتقد أنها تحتاج إلى هذا النوع من التضامن، إلى هذا النوع من رفع الصوت بكل ثقة بالنفس، بالدفاع عن حق الشعوب بممارسة حقوقها، وأن هذا يعني العدوان الأمريكي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليس قدرا، يبقى أن نثير دينا. إلى أن هذه الانتخابات مهمة جدا، لأنها انبثقت عن الاتفاقات التي صدرت في عن طاولة الحوار الوطني التي جرت في أيلول سبتمبر 2019 بين الحكومة البوليفارية وعدد كبير من أحزاب المعارضة اليمينية في فنزويلا، وهي أحزاب متعاونة من أجل سلامة وسيادة الوطن. يعني أطلق عليها هذه الصفة باعتبار أن الأحزاب اليمينية الأخرى بزعامة غويدو وجماعة الولايات المتحدة بقوا أو قاطعوا الانتخابات، وبذلك سجلوا انخفاضا وتراجعا ملحوظا في شعبيتهم. إذن وفيقة إبراهيم مديرة موقع الميادين إسبانول، شكرا جزيلا لك.